يعتبر اتباع حمية غذائية متوازنة وسليمة أمراً أساسياً للحفاظ على الصحة عموماً، بما في ذلك صحة وسلامة النظر. فما هي تحديداً الأطعمة الأفضل لتعزيز صحة عينيك؟ برنامج صباحكم سيضع الأجوبة بين أيديكم. تحتاج العينين إلى مجموعة متنوعة ومختلفة من مضادات الأكسدة للحفاظ عليها سليمة وقوية، ومنها اللوتين، البيتا كاروتين، أحماض أوميغا 3 وزنك. لذا حاول اتباع حمية غذائية على نمط ألوان قوس قزح، أي حمية غذائية بالمواد الطبيعية الملونة من الخضروات والفواكه، وهذه هي أهم الأطعمة الضرورية لتقوية عينيك. السمك. يعتبر السمك عموماً وسمك السلمون على وجه الخصوص من الأغذية الصحية والغنية بالفوائد للجسم على مختلف الأصعدة، وذلك نظراً لمحتواه العالي من أحماض أوميغا 3 والتي تعتبر من ضمن الدهون الصحية الضرورية والهامة جداً لصحة الشبكية، كما إنها تمنع الإصابة بجفاف العين. البيض. يعتبر البيض أحد الأطعمة المهمة جداً لصحة العيون، إذ يحتوي المح أو صفار البيض على مستويات عالية من فيتامين A والزنك واللوتين، والتي تعتبر جميعها عناصر غذائية مهمة لصحة العيون. منتجات الحليب والألبان، والتي تعتبر عموماً جيدة لصحة عينيك، وذلك نظراً لمحتواها العالي من فيتامين A، بالإضافة إلى عناصر غذائية هامة أخرى مثل الزنك، حيث يساعد فيتامين A على حماية قرنية العين، ويعمل الزنك على سحب فيتامين A من الكبد وجلبه إلى العين لتستفيد منه. ومن الجدير بالذكر أن الزنك يتواجد في بنية العين بمختلف أجزائها مثل الشبكية وغلاف العين المشيمي. الجزر. يعتبر الجزر هاماً جداً لصحة العينين، ومثله مثل صفار البيض، حيث يحتوي الجزر على نسبة عالية من فيتامين A والبيتا كاروتين، وتساعد عناصر غذائية مثل البيتا كاروتين على حماية سطح العينين ومنع حدوث التهابات أو إصابات العين بأمراض خطيرة. البرتقال. البرتقال هو فاكهة من عائلة الحمضيات المعروفة بغناها بفيتامين C، والذي يعتبر أساسيا لصحة العيون، ويعمل هذا الفيتامين الذي يتواجد بشكل خاص في الخضار والفواكه الطازجة على حماية وتعزيز صحة الأوعية الدموية المتواجدة في العيون، كما يساعد على حماية العيون من المشاكل الصحية التي قد تنشأ مع تقدم العمر.